مرحبا مرة أخرى، أسعد الله أوقاتكم في العينة الغير احتمالية. العينة الغير احتمالية من الباب الثامن، كتفاصيل دقيقة عن المقدمة التي سبق ذكرها في المحاضرة السابقة. دعونا نرى. العينة الغير احتمالية يمكن أن تقسم هنا إلى الأنواع التالية: العينة الفرض العرضية. العينة العرضية يشمل العديد من طرق اختيار العينة، مثل مقابلة من نصادفهم بالشارع، وهذا في الغالب يستخدمها القنوات التلفزيونية. لما يجري لقاء تلفزيوني بياخذوا الكاميرات وبينزلوا الصحفيين، أي إنسان بيقابلهم في الشارع بيجروا مع المقابلة حتى يحصلوا على دراية من اتجاهات الرأي العام بشكل مختلف، وهي عينة غير مقصودة، يعني عينة عشوائية من الناس في العديد من المواقف. هناك في طرق مشكلة في هذا النوع من طرق اختيار العينة، يعني أن هناك ليس دليل، لا يوجد دليل يؤكد أنها تمثل المجتمع التي نود التعريف عنه. يعني عينة عشوائية، عينة عشوائية من ضمن الناس اللي ماشية في الشارع لما نجري معهم مقابلات، ليست بالضرورة آراء هؤلاء الناس أن تمثل المجتمع، وهذا ما يسمى العينة العرضية، يعني بشكل عرضي بشكل عفوي. العينة القصدية، هنا نختار بقصد معين مجموعة أو فئة من الناس نستهدفهم. عادة ما يكون لدينا هناك هذه المجموعة من الناس، نبحث مثلا عن طلاب المدارس والجامعات أو الموظفين، المدرسين، المدرسات، الموظفات. هنا هذه العينة القصدية تكون مفيدة في الحالات التي نرغب فيها إلى أن نصل إلى عينة مطلوبة بسرعة. تساعد العينة القصدية هنا في معرفة آراء المجتمع المستهدف، لكن من المحتمل العينة العرضية، العينة القصدية، أن تعطي وزن أكثر للمجموعات الأسهل وصولا ضمن مجتمع الدراسة. العينة النمطية، نختار أكثر الحالات تكرار أو الحالات النمطية في كثير من استطلاعات الرأي العام الغير رسمية. يختار هنا الباحثون الوضع النمطي، لكن هناك العديد من المشاكل في هذا النوع من طرق اختيار العينة سنراها في حينه. كيف يمكننا في معرفة الحالة النمطية بالنسبة للانتخابات التي تجري أحيانا، ويحاول الصحافة ويحاولون الباحثون الاطلاع على الرأي العام فيها حول آرائهم في الانتخابات أو الناقل النمطي؟ يمكننا أن نقول أن الناقد النمطي هنا هو شخص متوسط العمر ومتوسط التعليم ومتوسط الدخل، لكن غير واضح أن استعمال هذه المتوسطات هي الطريقة الأكثر دقة في الاختيار. ممكن أن يكون هناك عوامل أخرى أكثر أهمية في قضية الناقل النمطي، مثل عامل الدين وعامل العرق إلى آخره. الآن أصبحت بعض الأشياء تلعب دور كبير في الانتخابات. يتحدثون مثلا عن جنوب أفريقيا في على العرق، أن العرق له دخل في قضية الانتخابات، يعني السود أو البيض. في جنوب أفريقيا البيض يعتبرون في مجتمع السكان أو في مجموعة السكان بشكل عام هم أقلية في المجتمع، لكن يتوقع هنا في الغالبية أن يكون العرق الأسود السائد. بالنسبة لأمريكا، العرق له دخل في مسألة الانتخابات. أصبحت مثلا 52% أن يكون السود أغلبية في المجتمع الأمريكي، وهذه ظاهرة تحدث الآن. عينة الخبراء تعني هنا صياغة العينة من أفراد متخصصين في بعض المجالات. أحيانا يعرف هذا النوع من العينة، يعرف هذا النوع من العينة بهيئة الخبراء أو عينة الخبراء، وهناك سببين لإجراء عينة الخبراء. قد تكون أفضل الطرق لاستنباط آراء أشخاص ذوي خبرة معينة، عشان هيك نستشير الناس اللي لهم خبرة وبيدلونا على طريق أخذ العينات وماذا على ماذا نركز في المجتمع. وممكن إيش ب قد يكون الرغبة لإضفاء هناك دليل للمصداقية على طريقة اختيار عينة أخرى. آراء الخبراء بشكل عام يختصر على الباحث أشياء كثيرة،
كانت بعين الاعتبار. مثلا عندما ينزل الباحث إلى الميدان ويريد أن يعني يبحث في موضوع دراسته، يفضل أن ينزل أولا إلى الخبراء أحيانا. بالنسبة للعاملين في التعليم، قد يكون للباحث عندما تكون دراسته عن قضايا التعليم أن يذهب للمدرسين، شيء طبيعي، ويأخذ آرائهم حول موضوع دراسته عن المدرسين وعن التعليم، ويستطلع آرائهم حول هذه القضية. الخبراء لا يقصد بهم متخصصين في جميع المجالات، وإنما في المجال ذاته. يعني المعلمين هنا يعتبروا خبراء في سلك التعليم الذي نود عمل الدراسة فيه. فمثلا أن تنزل إلى المجتمع كباحث في المجتمع المحلي، قد يكون هنا الخبراء في هذه الحالة هم وجهاء المدينة، المخاتير مثلا أو كبار السن أو الحي مثلا، العمدة أو شيخ القبيلة أو رئيس العائلة أو كبير العائلة. وفي الغالب الخبراء هنا أو الناس يضيفون نوع من المصداقية للدراسة التي نود عملها. الشيء الثاني، قضية يعطونك مثلا الفرصة الأكثر في اختيار العينة التي تود اختيارها من ضمن خبرتهم في مجتمعهم المحلي الذاتي الذي ينتمون إليه هؤلاء الخبراء، إن كانوا من يعني عمدة الحي أو المدينة أو الوجهاء أو المدرسين أو الخبراء في هذه الفئة المجتمعية. عينة الحصة، في عينة الحصة هنا يتم اختيار الناس بطريقة غير عشوائية حسب حصص محددة. الحصص ما يتعلق بمقدارها، قد يكون مثلا الناس داخل يعني انها بتعرف بعض انه مجتمع الدراسة مثلا يتكون من 200,000 مواطن او 2 مليون مواطن، مثلا 40% منهم رجال و60% منهم نساء، وهو هذا ما يعتبر حصص. يعني حصة المواطن الذكر في 200,000 40%. يعني مثلا عينة حصية مثلا تناسبية أو عينة حصية غير تناسبية. عينة الحصة تنقسم إلى نوعين، عينة حصية تناسبية ونوعية وغير تناسبية. التناسبية، العينة الحصية التناسبية عندما يكون فيه تناسب بين العينة التي نأخذها ومجتمع الدراسة. مثلا مجتمع الدراسة يتألف 60% نساء و40% رجال من 200,000 في عينة الدراسة الحصية. نأخذ مثلا ما مجموع إلى 40 إلى 60%. فرضا إن أردت أن تأخذ 100 مفردة، مفردة يعني شخص، أشخاص ممثلين يمثل العينة، ذكور أو إناث، مفرد أشخاص شخوص من عينة الدراسة، يتطلب هذا الأمر أن يكون عدد الإناث في عينة الدراسة 60 مقابل 40%. يعني نفس النسبة بدك تأخذ مثلا من 100 شخص 60 و40 من الرجال. نتيجة من إحصاء الحصة المتوفرة بناء على الإحصاء الوصفي في مجتمع الدراسة. يعني العدد والنمط إذا بيتشكل في الكل بده يتشكل بالخصوص، أو إذا علم أن مجتمع الدراسة مثلا يتألف من عدد معين من مثلا حملة البكالوريوس مقابل عدد معين من حملة الثانوية العامة، وكذلك في الأميين أو الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة. كذلك في عينة الحصة نحاول أن يكون العدد متناسب مع مجتمع الدراسة، أي إذا كان 20% من حملة البكالوريوس و30% من حملة الثانوية العامة، إذا هناك 50% من المجتمع لا يقرأ ولا يكتب. فشيء طبيعي نسبة المتعلمين 30 و20 50، إذا ما تبقى من المجتمع هم 50% لا يقرأ ولا يكتب. فأنت تأخذ عينة الدراسة بناء على الحصة أو الشريحة أو الإحصائية من كل فئة لهذه العينة. عينة الحصة الغير تناسبية، إنك تضع الحد الأدنى من مختلف الفئات ومختلف العينات لكل فئة، ولا تهتم بالتناسب بين الحجم والخصائص المجتمعية. هنا تضع حد معين مثلا 40 وتأخذ 40 عينة من الذكور، 50 من الإناث، أو 70. لا تشترط أو لا يشترط هنا العدد مع يكون متناسب مع النسبة الفعلية الحاصلة من المجتمع الدراسة ككل. مثلا أنت تريد أن يكون مجتمع العينة، ممكن أن تقول أنني سوف أضع حد أدنى 100 من الذكور و100 من الإناث. أهم شيء أنك إيش تضع حصص، وتريد أن تقسمها حسب الحصص الموجودة في المجتمع لهذه العينة الحصة الغير تناسبية. هي أقل تعقيد بشكل كبير جدا من
العينة الحصية التناسبية. العينة المتجانسة. العينة الغير متجانسة، هنا نختار عينة غير متجانسة عندما نود تمثيل مختلف اتجاهات الرأي العام داخل المجتمع الواحد، ولا نهتم بتمثيل هذه الاتجاهات تناسبيا، أهم شيء أن يكون فيها ذكور وإناث حتى نقدر على الإيفاء بمتطلب المصداقية والتساوي. أن يكون المجتمع وأهدافه مثلا ناس متعلمين، بكالوريوس، دراسات عليا، متنوع التعدد، يعني ثانوي، متوسط إلى آخره. نضع هنا للعينة من يحمل الشهادة الثانوية أو المتوسطة، أهم شيء أن يكون هناك في الدراسة اتجاهات وأراء مختلفة بشكل عام، أو إذا أردنا مثلا أن نتعرف على اتجاهات معينة نلقي على المجتمع نحو برنامج مثلا تلفزيوني أو نحو ظاهرة معينة. بينما في العينة الغير متجانسة نضع أي شيء عندما نأخذ آباء ومتزوجون ومطلقين وعزاب، ذكورة وإناث. هنا فقط أهم شيء أن يكون بالعينة الجميع متعدد من أفراد المجتمع، والتعددية مطلوبة في العينة الغير متجانسة. عينة كرة الثلج. كرة الثلج، هنا نبدأ باختيار شخص يستوفي المواصفات الموضوعة للاختيار ضمن العينة، ثم نطلب منه أن يقترح آخرين بنفس المواصفات التي يتصف بها هذا الشخص، بالرغم من أنها تعتبر من طرق اختيار العينة التي لا تمثل مجتمع تمثيل حقيقي، لكنها مفيدة في بعض الأحيان عندما هنا يصعب الوصول إلى أفراد مجتمع الدراسة. طبعا هذه الدراسة نقوم بها عند دراسة مثلا المشردين، في الغالب يكونون بدون محور محدد، يكون بالنسبة لهم صعب جدا أن تحصل الناس هاي، لكنهم مثلا يعرفون أماكن تواجد بعضهم البعض ويعرفون خصائص بعضهم البعض. فعندما تجد واحد مثلا بدون محور ويكون من المشردين، عندما تجري معه مقابلة تسأله أن يعطيك مثلا اثنين من زملائه أو من خلانه زي مواصفاته، ثم هكذا كل واحد منهم يعطيك اثنين، يعني كل إنسان منهم يجيب كمان اثنين، وهذا ما نسميه بكرة الثلج، يعني تبدأ صغيرة وتكبر بالتدحرج، لأن كرة الثلج تكبر. فعينة كرة الثلج مثل عينة الدراسات التي تتعلق بأفراد هذه العينة عندما يكون صعب بالوصول إلى هذه الفئة مثل المشردين في الشوارع، فلذلك تعتبر أكثر الناس أنهم يعرفون بعضهم البعض وأماكن تواجد بعضهم البعض ويعرفون خصائص بعضهم البعض.